السلام عليكم. إذا نبدأ اليوم الثاني من لقاء تطوير التطبيقات باستخدام فلاتر. الصوت واضح ولا في مشاكل؟ تكتبوا لي بالتعليقات إذا سمحت. هل الصوت واضح؟ الصورة تمام؟ تمام، نبدأ نكمل مكان ما وصلنا. احنا الأمس تكلمنا عن نعمل مراجعة سريعة، تكلمنا عن المقدمة بفلتر، مقدمة نظرية شو هو فلتر، شلون متكون. أيضا تكلمنا عن هيكلية فلتر، يعني شو هو مبني بالأساس، شلون فلتر مبني. تكلمنا عن أمثلة عن فلتر، أيضا تطرقنا لموضوع تهيئة بيئة التطوير والأمور اللي أنت محتاجها لحتى تبلش بتطوير فلتر. أيضا شغلنا أول تطبيق بالست منصات يلي هو الأندرويد والآيفون والماكنتوش والويندوز واللينكس والويب. طرقنا لموضوع الديكليراتيف والامبراتيف، شو الفرق بين الاثنين. والفلتر هو مبني بالاساس على الديكليراتيف، البرمجه التصريحيه، على عكس الامبراتيف. ديكليراتيف فلتر مبني بالاساس على الديكليراتيف، وقلنا انه من اهم المواضيع بفلتر انك تفهم شو يعني ديكليراتيف، الكونسبت تبع الديكليراتيف. إذا فهمت الكونسبت تبع الديكلراتيف فأنت استوعبت فعليا تقنية فلتر. قلنا المعادلة يو اي يساوي اف ستيت، شرحنا عليها مثال الإينم، وطرقنا لموضوع التصميم المتجاوب responsive design، أخذنا أكثر من مثال وفتنا على موقع الجاليري فلتر ديف، شفنا الفرق بين الكوبرتينو والماتيريال ديزاين بين الاثنين. ايضا تطرقنا لموضوع النال سيفتي بشكل سريع، يعني النال سيفتي وشو الفرق بينها وبين الساوند نال سيفتي. طرحنا امثله على النال سيفتي وشلون تعمل كودك نال سيفتي، واخذنا ثلاث امثله على اداره الحاله الستيت مانجمنت، من اهم المواضيع اللي بتواجهك لما تعمل تطوير تطبيقات سواء بفلتر او بغير فلتر، اللي هي إدارة الحالة، إدارة البيانات بالتطبيق. تكلمنا عن ثلاث أمثلة أقوى ثلاث أنظمة إدارة حالة بالفلتر اللي هي موجودة الآن، بروفايدر والبلوك والريفر بود. طبعا بلشنا بالبروفايدر اللي هو المرحلة الأولى، علينا شوي بالسلم رحنا على البلوك وأخذنا مثال عملي، وكمان تطورنا شوي ورحنا على الريفر بود واخذنا مثال عملي. الامثله كلها بالجيت هاب والسلايدات موجوده للي يحب يرجع لها برابط الايفنت. ايضا فتنا بالستيت مانجمنت باداره الحاله، شفنا الستيت شلون بتمر بالتطبيق، شو بصير لها امور خلال دوره حياه الستيت بالتطبيق. وايضا فرقنا بين الستيت في لها نوعين، وقلنا ما فيش قانون ثابت هون بالستيت، ولكن بشكل عام هو هدول الستيت. يعني اذا بدنا نقسم الحاله تبع التطبيق لشيء اساسي هو ephemeral state والاب ستيت. ephemeral state بيكون متموضع الستيت بمكان معين بالتطبيق،
على عكس الاب ستيت اللي هو بيكون ستيت شائعه بالتطبيق، مشاركه تقدر توصل لها بجميع شاشات التطبيق او الوجت تبع التطبيق. قلنا ايضا انه طبعا عطينا امثله على الموضوع هذا، وفرقنا بالانهيرتد ويدجت بين السيناريو الاول والثاني وشو الفرق بين الاثنين، وليش الاول كارثي والثاني عالج مشكله كبيره، بحيث انه بالثاني بالانهيرتد ويدجت انت صرت تقدر تفصل الكونسبت بالتطبيق بالبرمجه، تقدر تفصل الطبقات الداتا عن اليو اي عن البزنس لوجيك عن الداتابيز عن النتورك او السيرفيسز، ناس بتسميها سيرفيسز نتورك بشكل عام. وايضا اخذنا الكلين اركيتكتشر للتطبيقات بحيث انك تفصل الطبقات عن بعض، ناس بتسميها السوليد برينسيبل وناس بتسميها ايضا الدراي دونت ريبيت يور سيلف. والسوليد طبعا مفاهيم بالبرمجه النظيفه، الكود النظيف كلين كود، شلون تقدر تفصل الطبقات عن بعض البرمجيه، الواجهه عن الدومين اللي هو الموديل بيقولوا له، الدومين اللي بتعرف فيه الاتربيوتات والميثود مثلا الكلاسات تطلع للابلكيشن البرمجه تبعك بشكل عام. ايضا تطلع مرحله للبرزنتيشن والداتا اللي هو بينعرض اليو اي واجهات المستخدم، والداتا هي البيانات. تطلع مرحله بتصير عندك فريم ورك او ميكرو سيرفيس. الميكرو سيرفيس كمان تكلمنا عنها بلقاء الامس، لما تكون انت مركز على الهارد فيوتشر باوندريز والهارد لاير باوندريز، هون انت بتحتاج شيء اسمه ميكرو سيرفيس. فرقنا بين الميكرو سيرفيس اركيتكتشر والبراغماتيك كلين اركيتكتشر. ايضا اعطينا مثال على البروفايدر بالجيت هاب، اعطينا مثال على البلوك. البلوك احنا قلنا انه في عندي ثلاث امور، اثنين داخل واحد، يعني عندك الايفنت والستيت بالبلوك، الاثنين بيكونوا البلوك، يعني بتضربهم بالخلاط بيطلع لك بلوك. تمام، البلوك هو عباره مكون عن قسمين بارتين، واحد هو ايفنت والثاني ستيت، الاثنين مع بعض بيكونوا البلوك. بالبلوك انت بتقدر تستدعي الايفنتات والستيت، بتعمل ايميت مثل ما ذكرنا بالمثال الامس، تعمل ايميت بصير اي ايفنت انت بتستدعيه، سواء بدك الداتا اللي جاي من الايفنت او بدك الداتا اللي موجوده بالستيت اوريدي. وقلنا انه الكيوبيت نفس البلوك وانما تسميه ثانيه، الكيوبيت ستيت وفانكشن نفسها بالبلوك اسمها بتكون ستيت اوفنت. تمام، وبتتعامل مع الداتا او الدومين اللي انت جهزته سابقا، ريكويست وريسبونس، بصير عندك في الداتا اركيتكتشر او الكلين اركيتكتشر اللي قلنا عليه فصل الطبقات. ايضا قسمنا الطبقات هاي، قلنا في عندي ابلكيشن لاير اللي هو بلوكات، بلوك هي اختصار لبزنس لوجيك كومبوننت، وبالتالي هون صرنا تطرقنا لموضوع الميكرو سيرفيسز، بتجهز انت البلوكات لكل سيرفيس عندك بالتطبيق. وفي طبقة الدومين لاير وفي الداتا لاير اللي هو هي وراء قواعد البيانات اللي اليوم راح نناقشها بشكل مفصل. ايضا ذكرنا مثال الريفر بود، وقلنا انه الريفر بود محسن تحسينات جوهرية على البروفايدر، تحسينات تحتاجها انت كتطبيقات ضخمة، بحيث انك انت مضطر انك تهندل اي شيء صغير بالتطبيق عندك، فهون عندك الريفر بود فصل لك بالبروفايدر بشكل كبير جدا. عندك هون 6 امثلة من البروفايدرات، في عندك الفيوتشر بروفايدر، ستريم بروفايدر، مثال الشات مثلا تطبيقات الشات، انت بتحتاج الستريم بروفايدر. وقلنا انه بالستريم بروفايدر بيستهلك موارد الجهاز، فلذلك انت لازم تهندل تحط ببالك يعني انك تعمل ديسبوز للستريم هاي اذا ما كانت ظاهره بالشاشه مشان ما تستهلك موارد الجهاز. فبالتالي حتى ريفر بود زود لك شيء بالريفر بود اللي هو الاوتو ديسبوز، يعني مجرد الوجت ما كانت بالشجره بيعمل اوتوماتيك ديسبوز للوجت هاي بشكل اوتوماتيك الريفر بود. وحسن تحسينات جوهريه حتى على البروفايدر، فيك قلنا مثل ما تكلمنا امس انه فيك تحدد سيلكت حتى من البروفايدر، يعني جزء معين بدك تعمله لسن مو لكامل البروفايدر،
ايضا تكلمنا عن تشينج نوتيفاير بروفايدر، ويعني اعطينا امثله شوي عن الريفر بود. قلنا بالريفر بود في عندي الفاميلي، ميزات اضافيه على البروفايدر مو موجوده بالبروفايدر. الفاميلي الهدف الاساسي منه تعطي يونيك بروفايدر مبني على باراميتر خارجيه، مثل تدمج فيوتشر بروفايدر لتعمل مسج عن طريق الاي دي، وامثله كثيره. في كمان عندي الاوتو ديسبوز من الامور المهمه جدا بالريفر بود يلي ضايفينها، بتعمل اوتوماتيك ديسبوز في حال مثل ما ذكرنا الستريم بروفايدر بتحتاج انت تعمل ديسبوز للستريم بروفايدر. ايضا قلنا انه كمان زود على حتى البروفايدر، عندي بالبروفايدر موجود عندي الريد والووتش. قلنا هون بالريفر بود ما في عندي كونتكست، في عندي ويدجت ريفرنس يعني مرجع للبروفايدر او الريفر بود، فهون صرنا نستخدم اللي هو الريف بدل الكونتكست، فصرنا نستخدم هون ريف ريد اللي هي موجوده بالبروفايدر بحيث انه ما بنحتاج اللسن. ايضا عندي الريف ووتش اللي هي موجوده بالبروفايدر اوريدي، زود عليها اللسن والسيلكت. ايضا السيلكت لاحظ هون بالمثال، صحيح عندي هذا البروفايدر اعمل له ووتش، لكن ووتش لشيء معين جزء من البروفايدر مو كامل البروفايدر، هون عمل لي سيلكت على بس البلو سكوير سايز فقط من البروفايدر، ما عمل لي لسن على كل البروفايدر بالريفر بود. اذا هاي كانت اداره الحاله واللي تكلمنا عنه باللقاء اليوم الاول. بنيجي باللقاء اليوم الثاني، في عندي عده مواضيع مهمه بنكمل فيها اللقاء. في عندي المفاتيح راح نتكلم عنها اليوم، المفاتيح وانواع المفاتيح، وحتى مع وجود الستيت مانجمنت لازم تكون مستوعب يعني المفاتيح بفلتر شلون تستخدم كل نوع من المفاتيح. كمان راح نتكلم عن التنقل بين الشاشات بالتطبيق. التنقل طبعا راح نفتح باب الأسئلة بعد الساعة، مثل يعني مثل نظام اليوم الأول، بعد الساعة بنفتح باب النقاش والأسئلة. تمام، اذا عندي راح نتكلم اليوم عن المفاتيح، راح نتكلم عن التنقل والنافيجيتنج 2 اللي عمل نقله بالتنقل بالتطبيقات فلتر، وراح نيجي كمان مثال بالمفاتيح، مثال عملي ومثال عملي بالتنقل. راح نستخدم باكج اسمها الجو راوتر. الجو راوتر فعليا بتستخدم الديكليراتيف كونسبت تبع الفلتر اللي هو مبني عليه الفلتر بشكل اساسي. راح ناخذ مثال على الجو راوتر اللي هو الديكليراتيف بروجرامينج. كمان راح نتكلم عن خيارات قواعد البيانات بشكل عام بالفلتر، راح ناخذ 5 امثله اشهر خيارات قواعد بيانات، وطبعا في غيرها كثير. احنا ما زال تكلمنا عن الاي بي اي، فبالتالي انت فتحت كل انواع الباك اند اللي موجوده بالتقنيه بشكل عام. يعني انت لما تتعامل مع الاي بي اي فبالتالي او الاتش تي تي بي بشكل عام، الاتش تي تي بي انت فتحت كل خيارات قواعد البيانات اللي موجوده الان باي لغه برمجيه، ما عاد يهم انت اللغه البرمجيه شو هي اللي وراء الاي بي اي. فبالتالي راح نتكلم كمان عن الاي بي اي الابلكيشن بروجرامينج انترفيس اليوم، وايضا راح نتكلم عن اللي هو اختبارات الاداء بحيث انك تقيس اداء التطبيق، وايضا راح نيجي لانماط بناء التطبيقات 3 انماط اللي ذكرناهم امس لمحه سريعه، البروفايل والريليز والدبيوج، شو الفرق بين كل واحدة ومتى تستخدم كل واحدة من أنواع بناء التطبيقات. وراح نيجي للمشروع العملي بنهاية اللقاء، وبعدين ملخص ومراجع مهمة ممكن الاستفادة منها. طبعا المشروع العملي راح يتم العمل فيه للي حاب يشارك أو يعني يتطور، فالدعم بعد اللقاء متاح. يعني أنت المشروع العملي راح نتكلم عنه لننهي مواضيع اللقاء. المشروع العملي تعمل المشروع انت تطبيق فعلي حقيقي يعني بفلتر، وراح تغطي تقريبا كل المواضيع اللي ذكرناها خلال اللقاء اليوم الاول والثاني، بالاضافه الى
ترسل لي المشروع على الايميل، راح نذكر التفاصيل تبع المشروع، وراح اتابع معك بعد اللقاء يعني بعد اليوم، راح ارد عليك واعطيك تقييمات حقيقيه من واقع سوق العمل على التطبيق اللي راح ترسل لي اياه وفقا للتعليمات اللي راح نذكرها بمشروع نهايه اللقاء. تمام، وبالنهايه راح نعطي مراجع للاستزاده والاستفاده بالفلتر. بدايه بالمفاتيح، شو هي المفاتيح بالفلتر؟ متى نستخدم المفاتيح بالفلتر الكيز؟ اضافه، حذف، اعاده ترتيب مجموعه من الوجت من نفس النوع من نفس الحاله الستيت. عندي امثله الجلوبال كي واللوكال كي، نوعين من الكي مشهوره، جلوبال كي او لوكال كي. راح ناخذ مثال على كل واحده الان بالتطبيق العملي. طبعا كل الجيت هاب الريبوز الاكواد كلها موجوده بملف العرض التقديمي برابط التسجيل على اللقاء، متاحه موجوده. بتحب تشاركني بالريبوز بالملفات الاكواد كمان متاح، يعني ما في مشكله، تطور بالاكواد تبعث لي ريبوز الأكواد اللي فعلا منطقية فيها تعديل مناسب، يعني راح نقبلها بالببليك كود، وراح تظل يعني الاتريبيوت أو الكونتريبيوت المشاركة على الأكواد. إذا أنت مطور طبعا راح تنزل يعني ينزل اسمك بالريبو أو بالمشاركة بالأكواد عندي بالجيت هاب، فمتاح الموضوع. تمام، شوف عندي المثال على المفاتيح. لاحظوا عندي الوجت 3 والإليمنت 3 اللي تكلمنا عنها بالمقدمة تبع فلتر. لاحظ هون ليش أهمية الكيز أو المفاتيح بفلتر. هون لاحظ غير الكي، في عندي ارتباط بين الوجت والإليمنت مثل ما قلنا، وفي عندي الريندر 3 اللي هي بتتعامل مع اليوزر انترفيس أو اليوزر بشكل عام راح تتعامل مع اليوزر. فعندي شوف هون عندي الستيتفول تايل وستيتفول تايل، هون عندك كي واحد وهون كي اثنين، مرتبطة كل كي مع الكي تبعها بين الوجت والإليمنت. غيرنا الترتيب لاحظ هون كسر الرابط بين الكي واحد والكي اثنين، فبالتالي كسر الرابط عن الإليمنت تري، غير الترتيب ورجع ربط كل كي مع الكي الرقم تبعه. نفس الطريقة شايف هون كي واحد وكي اثنين، غير الترتيب كسر الرابط بين واحد واثنين، لاحظ هون شيك هل الرابط مزبوط، لا كسر الرابط، كسر الروابط كلها رجع بناها من جديد بناء على الترتيب الجديد. طبعا هذا الشيء شلون بعمله فلتر؟ بناء على الكي. تمام، نشوف المثال الكيز المفاتيح بالفلتر. طبعا هون مو محتاجين نستورد اي مكتبه بالفلتر، من ضمن الفلتر كل المفاتيح موجوده بالفلتر. لاحظوا هون مثال المفاتيح، في عندي الفاليو كي، راح نعطي الشرح لكل واحدة من هدول المفاتيح. في عندي الفاليو كي، في نوع اسمه الفاليو كي، في نوع اسمه الاوبجكت كي، في نوع اسمه اليونيك كي، في نوع اسمه الجلوبال كي. طبعا الجلوبال كي نوع، وباقي هدول الانواع كلهم يعتبروا لوكال كي، هدول الثلاث لوكال كي امثل على اللوكال، والجلوبال نوع ثاني من انواع المفاتيح تبع فلتر.
لو شفنا عندي الفاليو كي، لاحظ هون طبعا اي ويدجت بفلتر تقدر تكتب لها الكي. لو نروح على الدوكيومنتيشن تبع الفلتر، بنلاحظ انه دائما اي يعني حتى اذا كتبت ستيتفول ستيتلس بتلاحظ انه الكي وريكوايرد كي، او احيانا مو ريكوايرد، تمام، كي ونولبل. هاي العلامة الاستفهام ذكرناها امس انه نولبل. لاحظ هون الكي، الكي هو هذا اللي بيميز اي ويدجت بالفلتر. مثلا لو قلنا التكست بدنا نحط له كي فاليو من نوع فاليو كي، فاليو كي شو بتاخذ عندي؟ لو شفنا هون الدوكيومنتيشن، الفاليو كي بتاخذ سترينج، يعني اي سترينج انت بتحطه بالكي عادي. فلاحظ هون الفاليو كي شو هو، هون قلنا له تكست والايتم نمبر. ايتم نمبر خلينا مثلا قلنا 100، اعطيناه قيمه ابتدائيه 100 وفاليو عاديه يعني، اعطيناها داخل التكست نص. لاحظ هون الفاليو كي حط لي الكي ايتم، ايتم نمبر هنا شيء اسمه الفاليو كي، يعني قيمه ثابته انت بتعطيها للوجت. في نوع ثاني اسمه الاوبجكت كي، الاوبجكت كي مو تكست، بيكون اوبجكت. يعني هون لاحظ الاوبجكت كي، الاوبجكت كي بالنوع اوبجكت، بياخذ اوبجكت فاليو. فلذلك عملنا له اوبجكت سميناه داش مثلا فلتر داش. تمام، هيرو اس اي ذكرنا الاكواد كلها موجوده بالسلايدات، ملفات العرض التقديمي كل الاكواد موجوده، الروابط تبعها بالسلايدات، تقدر ترجعوا لها من رابط التسجيل على الايفنت، موجوده هناك ملف العرض التقديمي. تمام، ردوا عليك. بنيجي لهون، شايف عملنا له اوبجكت سمينا داش فلتر داش. طبعا البرمجة كائنية التوجه، في شيء عندي اسمه اوبجكت، عطينا متغيرات او اتربيوتس نيم وكان فلاي مثلا الاسم، وهل يستطيع ان يطير الداش. لاحظ هون عطينا الداش، عرفنا اوبجكت من نوع فلتر داش اللي احنا عملناه اوريدي، اعطيناه النيم مثلا داش، وكان فلاي نعم يستطيع الطيران. لو رحنا على الاوبجكت كي، لاحظ هون طبع لي داش نيم مثلا بدي اطبعه بالتكست، الكي تبع التكست من نوع اوبجكت. هذا الفرق بينه وبين الفاليو كي. في نوع ثالث اسمه اليونيك كي، يونيك كي يعني هو اوريدي يعني الفلتر اوتوماتيك بيعمل لك الكي، بيولده اوتوماتيك. لاحظ هون اليونيك كي، اليونيك كي هون شو عمل هون؟ انت ما حطيت داخله قيمه، اوتوماتيك بتولد عن طريق فلتر. لاحظ هون في عندي هاش، يعني برمجه بالفلتر، بيعطيك كي فريد للوجت اللي انت بدك تعمل لها كي. فبالتالي عندي ثلاث انواع هذول اللي قلنا عليهم، الفاليو كي نصي بيكون، الاوبجكت كي اوبجكت بشكل طبيعي يعني، واليونيك كي بدون ما تعطي قيمه هو بيعمل الكي لحاله. في نوع ثاني اسمه الجلوبال كي، الجلوبال كي هون الجلوبال كي في له امثله كثير طبعا. في مثلا الدرور، اذا بدك تفتح الشاشه من اليمين او اليسار بيقولوا لها الدروبر، تستخدم جلوبال كي من نوع سكافولد ستيت. سكافولد بتفتح لك الدروور اللي الشاشه المنبثقه من اليمين او اليسار مثلا، انت بتحتاج جلوبال كي من نوع سكافولد كي. مثال ثاني كمان الفورم، يعني الفورم اللي بتعبي فيه بيانات، انت محتاج جلوبال كي من نوع فورم ستيت. طبعا بتعمل وجهة اسمها فورم، تعطيها الكي اللي هو من النوع
global key form state. هذا شيء اسمه global key. الكي هذا بناء عليه أنت مثلاً هون لو قلت له validate لاحظ هون عطاني إنه empty value. هو شلون عرف إنه هاي الخانة فاضية؟ بناء على الكي. يعني لاحظ هون قلنا له لما يضغط زر التسليم عطينا validation. الفاليديتر الفاليو، اذا الفاليو نل اعطيني انفاليد فاليو، اذا الفاليو امتي اعطيني امتي فاليو، رجع لي امتي فاليو. بعدين عملنا الفاليديشن رولز قوانين التحقق. بعدين بالزر التسليم الفاليديت التحقق قلنا له شيك لي على الكي الفورم كي كورنت ستيت فاليديت، تحقق لي من القوانين اللي احنا حطيناها للتحقق للفاليديشن هل هي كلها مرت؟ إذا ما مرت لا أطبع لي إيرور وقول لي إنه وطلع لي الفاليديشن اللي موجودة، إذا لا كمل عادي. يعني لحد الآن ما فيش أي شيء عمليات، تمام. إذا هذا الجلوبال كي من الأمور المهمة بالفلتر أنك تفهم المفاتيح الكيز بفلتر بالإضافة للستيت مانجمنت إدارة الحالة. إذا هاي الكيز بالفلتر. نيجي لموضوع الراوتينج أو التنقل بالفلتر، موضوع مهم جدا، تنقل بين الشاشات بالفلتر. باكج اسمها جو راوتر. نجي للتنقل. عندي بالتنقل كمان يعني عدة مواضيع، في عدة باكيجات طبعا كل واحدة لها يعني حسب النقاط تبعها. يعني بتلاحظوا انه مثلا البيمر او مثلا بتروح على البوب ديف مثلا، موقع الباكيجات تبع فلتر. طبعا انا نشرت اكثر من باكيج بالبوب ديف، يعني محقق رواج الحمد لله بالبوب ديف باكيجات فلتر، عليها نقاط و130 نقاطة ومحققة لايكات وما شاء الله يعني شادة. في مثلا البيمر صديق هو عاملها، لتوانيا كمان بيمر للتنقل، شايف نقاطها كويسة يعني ممتازة 130. انت الباكج اي باكج بدك تحملها بالتطبيق عندك اول شيء بتروح على السكورز النقاط تبعها، هل فيها مشاكل بالدوكيومنتيشن تبع الفلتر؟ ما فيها مشاكل شوف الشعبية تبعها البوبوليشن البوبولاريتي. اذا ما فيش كمان ارجع لهون، هل هي من فلتر فيفوريت مفضلة لدى فلتر؟ البوج هاي تبع الفلتر فيفوريت كمان بتعطيك مقياس انه هاي الباكج تسوى انك تشتغل فيها. طبعا في كثير باكيجات للتنقل بعد ما طلع النافيجيتنج 2، الفلو بلدر الفلورو الفي راوتر الاوتو راوت، في منها نقاطها عالية وفي منها نقاطها مش ولا بد. احنا راح نتكلم عن الجو راوتر. الجو راوتر من الامثلة الجميلة جدا بالتنقل بالفلتر، مبسط الموضوع انه ماشي على الديكليراتيف بدون كونتكست بدون اي شيء، يعني بس جو بوش. لاحظوا هون النافيجيتنج واحد ذكرناها بالدوره المقدمه للفلتر. النافيجيتنج واحد ما كان فيه الهاندلنج للزر الرجوع مثلا بالجوال، مثلا اذا ضغطت زر رجوع بيطلع من التطبيق او بيعطي شاشه سوداء، بينما بالنافيجيتنج 2 هندل الموضوع الباك بوتون ديسباتشر. هاي كانت مشكلة كبيرة بالنافيجيتنج واحد، الآن بالنافيجيتر اثنين يعني تحسن الموضوع بشكل كبير. بنفس الطريقة شايف هنا لما ضغط على زر الجوال أو عمل سوايب سحب بالشاشة، في بعض الجوالات على السحب بدون زر رجوع، على السحب بالشاشة بدل ما يطلعوا من التطبيق، لا هون هندل الحالة، يعني ضغط على مثلا زر الرجوع هندله، نبه التغير بالتطبيق تغير الحالة، الراوتر اشتغل
النافيجيتر وراح اعطى الراوتر اللي موجود. التنقل، نشوف المثال تبع التنقل. في عندي مثال الجو راوتر اللي قلنا عليها بتحمل باكج اسمها جو راوتر. مثل الامس قلنا شلون بتحمل الباكج من التيرمينال، بتقول له فلتر بوب اد، قلنا جو راوتر اسم الباكج راوتر، خلينا نحذفها من هون. تمام، نقول له انتر. الان شوف هو عمل، حمل لي الباكج بالفلتر. لاحظ هون اوتوماتيك حملها وحط لي اخر ليتست فيرجن ستيبل. بتحمل باكج اسمها جو راوتر. بعدين في عندك هون بالجو راوتر شو بتعمل؟ في عندي الجو راوتر ست يو ار ال باث استراتيجي. هاي من ميزات الجو راوتر. لو فتحنا المتصفح مثلا، يعني هون على كروم مثلا، لو قلنا له شغل، لاحظ قبل الهيك انت ما كنت تقدر تهندل بالويب علامه الهاش اللي قبل الراوتات، فكان يظهر الهاش قبل الراوتات. الان انت حطيت، يعني مثلا هون شايف عندي المثال بدون الهاش، يعني بدون هاي الهاش، كان موجود عندك هاش هون بالتنقلات. يعني مثلا قلنا له هيك، لاحظ هون الراوت مباشر بدون الهاش اللي قبله كانت موجودة بالتنقل بدون هاي الهاش. تمام، فشلون انت بتعملها بالجو راوتر؟ بتحط هذا السطر فقط، يعني هون بتقول له الجو راوتر ست يو ار ال باث استراتيجي. يو ار ال باث استراتيجي بتختار له بدك الباث، بدك الهاش اللي كانت تطلع اللي قلنا عليها، بدك الفاليوز كمان موجود. بنقول له مثلا الباث اذا انت عم تتعامل مع الويب. في عندي خيارات ثانيه كمان بالجو راوتر مهمه جدا. هون لما تعرف الجو راوتر بتقول له ماتيريال اب نقطه راوتر، وبتعطيه الراوترات هذول راوتر انفورميشن بروفايدر وراوتر انفورميشن بارسر. هذول الاثنين احنا عرفناهم، او الثلاثه عرفناهم بملف خارجي سميناه الراوتر. الراوتر هون انت بتعرف الراوتات اللي بالتطبيق عندك، التنقلات يعني بشكل عام بتعرفها بالتطبيق. لاحظون عرفنا انه السلاش هي هاي الهوم سكرين الاساسيه، البوش، الجو، البوش اكسترا داتا سكرين يعني بتبعث داتا مع البوش، او الجو بتبعث معها داتا. عندي بس اثنين هون، ما في عندي بوش ريبليسمنت وبوش وبوب مثلا نهائيا، بس عندي اثنين بالجو راوتر، الجو والبوش. فبالتالي ماشي على مبدا الديكليراتيف، البرمجه الديكليراتيف. عندي جو وبوش. الجو هي بدون رجعه، يعني بتشيل القديمه وبتروح على الجديده. البوش هي بتحط ستاك بهياكل البيانات. طبعا انا نشرت عندي فيديو باليوتيوب تقريبا 4 ساعات عن الهياكل البيانات والخوارزميات بلغه البرمجه دارت، اكثر من 4 ساعات بشوي. في عندي شيء اسمه ستاك. البوش بتحط الطبقه او الشاشه الاولى، عملنا بوش حطت الشاشه الثانيه، الشاشه الاولى بعدها موجوده. لو قلت له جو مثلا من الشاشه هاي، يعني شيل الشاشه هاي واستبدل مكانها الشاشه الثانيه. بينما البوش خلي الشاشه القديمه وحط الشاشه الثانيه لما تعمل تنقل. طبعا كل واحده لها استخدامها بالتطبيق. لاحظ هون الموضوع بسيط جدا، يعني بالتنقل هون بنعرف الراوت بملف التهيئه تبع الراوتات. عرفنا الراوتات هون والديليجيشن يعني البارسر والراوتر ديليجيت عرفناها. الان عملنا ملف للراوتات اللي فيه كل راوتات التطبيق. الان بنروح بشكل بسيط على مثلا المين، الشاشه الرئيسيه اللي قلنا عليها الهوم، هاي دي اول ما يفتح التطبيق بيروح عليها. الان عندي هون شوف بالهوم مثلا بدي بوش، بتقول له كونتكست نقطه بوش فقط،
بتلاقي انه لما تضغط على الزر بيعمل مثلا هون شغل التطبيق. بنلاحظ هون انه بس يعني بدون ما ماتيريال راوتر ونافيجيت ونافيجيتر بوب والحكي القديم يعني هذا بالفلتر. الان بالجو راوتر بس انت بتعمل كونتكست بعد ما تعرف الراوتات بتحطها بمكان معين بالتطبيق مباشرة بتقول له كونتكست نقطة بوش مثلا بدك جو مباشرة بتسمي الراوت يلي انت معرفها بالراوتات عندك بملف الراوتات هون الباث تبع الراوت بس بتحط له بوش او جو. بدك تبعث داتا في عندي شيء اسمه اكسترا بتقول له اكسترا مع البوش فاصلة بتسمي الراوت بعدين بتقول له فاصلة وبتبعث الداتا اللي بدك تبعثها مع الراوت بتقول له اكسترا مثلا بدك هون اوبجكت ونبعث اوبجكت من نوع فلتر داش تبعثه بالاكسترا. نفس الشيء هون بالجو تبعث بالاكسترا الاوبجكت اللي بدك تبعثه. يعني هون لاحظ البوش فيها رجوع بينما الجو لو قلنا جو لاحظ هون ما في رجوع لو رجعت طلعك من التطبيق. الحل لهذا الموضوع احنا قلنا انه الجو مثلا لو رحنا على الجو بالنافيجيتنج بالبوب سكوب وقلنا هون اون والبوب سكوب طبعا هون بتعطي الفانكشن اللي بدك تعملها لما يرجع زر رجوع الجوال. فبالتالي خلينا نعمل مثلا انه يرجع على الهوم الرئيسية لو قلنا له هون يرجع على الهوم الرئيسية مثلا كونتكست بوش هوم او خليها جو كونتكست جو طبعا هو بدك تستورد المكتبة الجو راوتر انا هون بيقول لي لازم ارجع قيمة ترو او فولس. مثلاً يعني الآن لو شغلنا التطبيق قدرت تهندل الرجوع بالتطبيق. يعني شغل زر الرجوع بالتطبيق انت قدرت تهندله بالإضافة للزرار اللي كنت مشتغلها. تمام لاحظون لو قلنا له الجو لو قلنا له رجوع شو عمل هون. تمام فبتحط له هون الويل بوب سكوب
تمام، يعني لأنه موضوع مهم هذا لازم ما نمشي عليه. الهون لاحظ هون لو قلنا له void void cannot be ولازم تعرفها بشكل مستقل كفانكشن وبعدين تستدعيها بال تمام. يعني بتعطي بتعرفها بفانكشن لحال مستقلة بحيث انك تهندل زر الرجوع من الجوال. تمام، وفي عندي الفرق، يعني عرفت الفرق بين البوش والجو. البوش بيعمل ستاك، يعني بيظل الشاشه القديمه موجوده، الجو بيمحل القديمه وبيحط الجديده مكانها. بنفس الطريقه البوش مع الداتا والجو بدون الداتا. يعني هون لاحظ البوش زر الرجوع موجود، حتى لو رجعت بزر الجوال لاحظ برجعك على الشاشه الاولى اللي هي الهوم سكرين. بينما لو قلت له جو، الجول يعني مع داتا او بدون الجو، لاحظ لما ترجع بالجو احنا هون عملنا له جو مع الداتا، لما ترجع بالجو ما في رجوع. يعني لو قلت له رجوع بيطلعك من التطبيق. تمام، فهذا الفرق بين الجو والبوش. فبالتالي برمجه ديكليراتيف بالجو راوتر. طبعا بنشوف المشكله بعدين اذا سنحت فرصة للويل بوب سكوب. وخليها كمان من ضمن التحسينات، يعني إذا حدا عنده الحل للموضوع يشاركني بالريبو اللي موجودة بالجيت هاب على ريبو الجو راوتر. ريبو الجو راوتر تمام، ريبوزيتوري الجو راوتر، بتفوت على الرابط بتعمل تعديل بال بالجو سكرين. تمام، هذا نفتحه الشو او بدون الشو. تمام، هون بتقدر بتشارك بتعمل راب للسكافولد بالوجهه اللي قلنا عليها اللي اسمها ويل بوب سكوب. تمام، والبوب سكوب، وبتعطيها الفانكشن تبع الرجوع من زر الجوال في حالة الجو مو البوش. تمام، إذا هذا الجو راوتر، التنقل بالتطبيقات مثال الجو راوتر من الباكجات المهمة جدا بالتنقل. لو شفنا مثلا حتى البوب ديف راوتر، عندي هون النقاط والشعبية تبع الباكج. النقاط 130 من 130 والشعبية يعني جميلة. تمام، إذن هذا التنقل. وتكلمنا عن المفاتيح، بنيجي لموضوع خيارات قواعد البيانات. رح نيجي لخمس أمثلة بشكل سريع. في عندي اشهر شيء بالخيارات قواعد البيانات الفاير بيز، الفاير بيز والسوبر بيز. الفاير بيز اللي هو باك اند از ا سيرفيس. الباك اند از ا سيرفيس يعني بتقدم لك قواعد البيانات كخدمه، نو سكيو ال داتابيز.
شبيهه بالمونجو دي بي، اذا عندك خلفيه بالنو سي كيو ال داتابيز، دوكيومنت داتابيز او جيسون مثلا، جيسون داتابيز، فاير بيز، فيها ميزات ممتازه جدا. النوع الثاني عكس الفاير بيز اللي هو السوبر بيز. السوبر بيز كمان نفس الشيء، باك اند از سيرفيس، ولكن سي كيو ال داتابيز ريليشنال داتابيز، بيعتمد على داتابيز اللي اسمها البوستجريس كيو ال. الريبوز موجوده، الخمس امثله موجوده بالجيت هاب. ايضا في عندي سي كيو ال لايت، اذا انت مو محتاج انترنت مثلا بالتطبيق، بتقدر تشتغل قواعد بيانات داخل التطبيق بدون انترنت، والقواعد بيانات راح تكون داخل التطبيق بالباث، بيقولوا له سي كيو ال لايت او سي كيو ال انتيتي اذا بدك تتعامل بالاو ار ام اورثوغونال ريليشنال داتابيز. تمام. وفي عندي شيرد بريفرنسز. شيرد بريفرنسز كمان بتعتمد على الباث، بتخزن لك طبعا الشيرد بريفرنسز لامور مثلا بسيطه، يعني راح تكون مثلا هل المستخدم مسجل دخول او مو مسجل دخول، مثلا حاله التطبيق اللي هي مظهر ليلي او نهاري، يعني حتى لو سكرت التطبيق رجعت فتحته مره ثانيه بيظهر عندك على اخر حاله انت حطيتها بالاعدادات بالشيرد بريفرنسز. وايضا كمان عندي السي كيو لايت، قلنا كمان قواعد بيانات كامله بتكون داخل التطبيق، والاي بي اي الابلكيشن بروجرامينج انترفيس. الريبوز موجوده عندي الروابط. شو هو الاي بي اي؟ الاي بي اي ابلكيشن بروجرامينج انترفيس قلنا هو ثلاث عمليات فعليا، تبعث ريكويست طلب من الكليانت العميل، في عندي كليانت وسيرفر، الكليانت بيبعث طلب ريكويست للسيرفر، السيرفر بيعمل فيتش داتا او العمليه داخل السيرفر، بيرجع له ريسبونس، الريسبونس هي استجابه الاي بي اي الابلكيشن بروجرامينج انترفيس. في انواع كثير من الاي بي اي ابلكيشن بروجرامينج انترفيس، في عندي الريستفول ابلكيشن اي بي اي، في عندي السوب اللي هو بيعتمد على الاكس ام ال، وفي عندي الريست اللي هو بيعتمد على الاثنين عادي، عندك جيسون عندك اكس ام ال اتش ام ال بلين تكست عادي، في الجراف كيو ال وفي الار بي سي. طبعا من احد التطبيقات اللي اشتغلتها بالاي بي اي اللي هو الفاتوره الالكترونيه، هيئه الزكاه والضريبه والجمارك، طبعا يعني في حمله كبيره، من ضمن الدليل تبع الهيئه الزكاه والضريبه لغه الدارت، يعني مزودين بدليل الربط بالكيو ار تبع الفاتوره الالكترونيه، دليل الربط من احد اللغات البرمجه الدارت، اللي بحب يرجع لدليل الربط هيئه الزكاه والضريبه والجمارك. فاشتغلت من احد المشاريع اللي اشتغلت فيها، طبعا مشاريع ضخمه للفاتوره الالكترونيه، برامج محاسبيه، كان في ضمن الربط اللي هو السوب اكس ام ال، فانت راح تتعامل مع ربط الاي بي اي من ضمن الدارت او الفلتر، موجود الربط الاي بي اي، فانت بالتالي تعاملت مع اغلب انواع الباك اند اللي موجوده، بدك جيسون، بدك اكس ام ال، بدك اكس ام ال وفلات بفرز الى اخره، كلها موجوده متاحه انك تتعامل معها بالفلتر. في عندي برنامجين مشهورين كثير بالاي بي اي، اللي هو الواحد اللي اسمه البوستمان، لانك تصمم اي بي اي، يعني تبني اي بي اي من الصفر، تبنيها وتعمل تيست عليها وتختبر الريكوست والريسبونس، برنامج اسمه بوستمان تقدر تبحث عنه، يعني هدول الميثود تبع الريكوست والريسبونس، جيت بوست بوت باتش ديليت اوبشنز الى اخره، تبعث طلب، تبعث ريكوست بيقولوا له ترسله، بتستقبل الريسبونس تبع الاي بي اي، بيكون بدك على شكل جيسون او حسب الاي بي اي اللي انت بتتعامل معه. في برنامج ثاني مشهور كمان اسمه السواجر، السواجر هو اذا بدك تعمل دوكيومنتيشن للاي بي اي، يعني مستندات للاي بي اي، توضح الاي بي اي شلون متكون، في برنامج اسمه سواجر بيتعامل مع الاوبن اي بي اي، الاوبن اي بي اي شبيه للاكس ام ال ولكن بيتعامل مع السواجر،
اللي هو الاوبن اي بي اي، طبعا له فيرجنز نسخ، هذا لتعمل دوكيومنتيشن للاي بي اي. هذول اثنين مشهورين بالاي بي اي اللي بحب يطلع عليهم. خلينا نشوف الامثله العمليه لخيارات قواعد البيانات. لو قلنا مثال الفاير بيز بشكل سريع نمشي بالامثله. مثلا مثال الفاير بيز، مثل ما قلنا سابقا انت بتستورد باكجات الفاير بيز. حتى بالفاير بيز عاملين شيء حلو جديد، بدون ما تستورد ولا شيء، يعني بدون ما تعمل اي شيء، تعمل مشروع جديد، او لاحظ هون تعمل تطبيق جديد. مثلا لاحظ هون زادوا لك خيار الفلتر، لو قلت له فلتر بتمشي بالخطوات هاي، بس انت عملت الباك اند تبع الفلتر، بتنزل الفلتر سي ال اي والفلتر اس دي كي، تقول له التالي، بتعمل هدول الاكواد بالتيرمينال، هون بالتيرمينال بتكتب هدول الاكواد، بتقول له رن رن اوتوماتيك، بس طبعا بدك تعطيها صلاحيات، يعني اوتوماتيك بيحمل لك كل شيء باكجات انت محتاجها للفاير بيز، بتقول له التالي، بس انت هيك عملت شغلت حتى ملف الكونفيجريشن تبع الفاير بيز، اوتوماتيك بيولد لك اياه بملفات الاكواد، يعني هون بالسيرفيسز الاوبشنز. لاحظ هون هذا الملف كامل بيكون لك يا اوتوماتيك الفاير بيز عن طريق التيرمينال، كل شيء اعدادات هو اوتوماتيك بيولد لك اياها بدون ما تعدل شيء، يعني لا بالاي بي اي تبع الفاير بيز ولا بالاب اي دي ولا شيء، هذول اوتوماتيك كله بيولد لك اياه من تهيئه تطبيق جديد. تقول له continue to console، ولد لك الامور بشكل اوتوماتيك. الان احنا رابطين مثال، مثلا الفاير بيز سيرفيس بتعرف له الاوبشن هاي اللي قلنا عليها، تربطها بالمين. لاحظ هون بتحط اول شيء هذا السطر، widget flutter binding ensure initialized فاير بيز انيتلايز، وبتعطيه الديفولت فاير بيز اوبشن اللي احنا عرفناها من الخطوات تهيئه الفاير بيز. وبعدين بتقول له كورنت بلاتفورم، هل انت ايفون اندرويد الويب ايا كان المنصه، هو اوتوماتيك من هون بيعرف لك المنصه البلاتفورم اللي انت شغال فيها، وبيرجع لك التهيئه بناء على المنصه اللي انت فيها. تمام، بس بشكل مختصر يعني هيك الفاير بيز التعامل معه. في عندي الليسته مثلا اذا بدنا نجيب البيانات من الفاير بيز، لاحظ هون الموديل ما في اي شيء جديد، يعني الليسته لو قلنا بدنا الفاير بيز يجيب الليسته، بنقول له ريد جيت تو دو ليست. لاحظ هون الفاير بيز سيرفيس تو دو كولكشن جيت، لو قلت له على السيرفيس جيب لي البيانات من الفاير بيز، ملاحظ هون عندي كولكشن ريفرنس فاير بيز فاير ستور كولكشن تو دوز، جيب لي كل شيء بيانات موجوده بالجدول واعرضها بالقائمه بنفس الطريقة، التعديل والإضافة والحذف. إضافة هون لاحظ احنا هون مو محتاجين للاي دي، ليش؟ لأنه مثل ما قلنا انه هاي القواعد بيانات لا علائقية، يعني ما فيها شيء اسمه اي دي، تمام، او اوتو انكريمنت بالاي ديات تبع الفاير بيز. لاحظ هون الاي دي بيكون رقم وحروف مثلا هيك. لاحظ عندي هون الدوكيومنت بيقولوا له ما في ريكورد او رو كولوم
قواعد بيانات لا علائقيه، نو ريليشنال داتابيز. نفس الطريقه التعديل والاضافه. لاحظ هون بالتعديل ليش حطينا اي دي؟ الاي دي للدوكيومنت مو للرو. يعني هون لاحظ الاي دي للدوكيومنت اللي ورا، للدوكيومنت هذا مو للبيانات اللي هون. الدوكيومنت هذا مشان يقارن اللي موجود بالفايربيز. بنفس الطريقه الشو اذا هذا عندي مثال الكرود بالفايربيز، عمليات اضافه تعديل حذف قراءه البيانات من الفايربيز. تمام، لو شفنا مثال السوبابيز بنفس الطريقه. الفرق بين السوبابيز والفايربيز انه السوبابيز ريليشنال داتابيز. قواعد بيانات علائقيه السوبابيز مثلا، خلينا نشوف المثال. السوبابيز بنفس الطريقه قلنا بدنا نحمل الباكج تبع السوبابيز، والبروفايدر مشان ندير الحاله، البروفايدر اللي شرحناها باليوم الاول، بنحمل باكج السوبابيز. عندي هون بنفس الطريقة، يعني ما فيش أي اختلاف، فقط الاختلاف بنوع قواعد البيانات. لاحظ هون عندي بالمين بنقول له هذا السطر دائما بالوجت فلتر بايندينج انشور انتلايزد. بس هيك احنا فعليا عملنا تهية السوبابيز. لاحظ هون عندي في هاندلر وفي سيتنج للسوبابيز. سيتنج اللي هو اليو ار ال والكي بتحصل عليها من داشبورد تبع السوبابيز. لاحظ هون عندي بال API تمام، بتكون عندك هون الـ URL والـ الـ API key. تنسخ هدول الأكواد أو الـ string وبتحطه بإعدادات التطبيق. أيضاً في عندي شيء اسمه handler، Supabase handler. بتحط الـ URL والـ key للـ Supabase client، وبعدين بتتعامل مع العمليات query عادية، يعني SQL عادية، ORM طبعا. هون مثلا عندك شايف الكليينت فروم اسم الجدول، اعمل لي سيلكت ورتب لي البيانات تصاعديا او تنازليا، ونفذ الكويري رجع لي القائمه. الاضافه مثلا نفس الشيء، انسرت اكسكيوت اخر شيء ما تنساها. التعديل بنفس الطريقه. وهون عندك ملاحظه عندي بالمساواه، شيك لي على الاي دي اللي هو الجاي من التطبيق، وايضا حذف بنفس الطريقه ديليت لما الاي دي هو الاي دي اللي جاي من التطبيق. البرنامج بنفس الطريقه بنعرف السوبابيز هاندلر. بدي اقرا البيانات ونقول له ريد داتا، بعدين اعمل الموضوع اللي احنا جهزناها السيرفيس بالسوبابيز هاندلر. لو شفنا الليست بنفس الطريقه ما في اي اختلاف عن الفاير بيز، الفرق بس بالسيرفيس تبع قواعد البيانات، انه هذيك نو ريليشنال داتابيز، هاي ريليشنال داتابيز قواعد بيانات علائقيه. تمام، ما في اي تعديل بالليست وحتى الاضافه او بالتعديل او بالمشاهده البيانات.
إذا هاي عندي السوبابيز. نيجي لمثال كمان مهم اللي هو SQL Lite أو SQL Entity الـ ORM. خلينا نشوف SQL Entity. لاحظ عندي هون بالSQL Entity أو SQF Lite هون في عندي كم موضوع بدنا نكون حاطينهم بالتطبيق. لاحظ هون عندي الباكيجات تبع SQL Lite بالإضافة لل HTTP لازم تكون حاطها حتى بالSQL Lite اللي هي Local، تعتبر Local بدون إنترنت، بس لازم تحطوا له HTTP مشان الجنريت الأكواد. في عندي SQF Gene هاي لازم تكون محملها كمان بالباكيجات، بالإضافة للديف ديبندنسز لازم تكون محمل له البيلد رانر والبيلد فيريفاي، تكون حاط هدول بالديف ديبندنسز والديبندنسز. تمام. بعد ما حطيت هون في عندي شيء مهم كمان بالSQL Lite. لاحظ عندي هون بالسيرفيس الجي هذا أوتوماتيك بتولد. لاحظ هون لو قلت له هذا الأمر التيرمينال، قلت له شغل، بس بدك تكون حاط له هون البارت ORM config لازم تكون موجودة بالملف اللي بيولد لك الأكواد. لاحظ هون أوتوماتيك ولد لي الملف الثاني تبع ال config g. تمام، ولد لي الملف الثاني. لاحظ هون هذا الكود هذا انا ما لي علاقه فيه، يعني بشكل اوتوماتيك ولدوا الفلتر الجين، ولد كل SQL كويريز والامور هاي، ريحني منها بالSQL Lite. انا بس كتبت له هون بالكونفج. لاحظ هون بالكونفج بنستورد الدارت كونفج لازم، والHTTP بتستوردها، بالإضافة لأنك تعمل هذا الأمر بعد ما تخلص تهيئة السQL Lite الانتيتي، بتسمي اسم الجدول ID SQL طبيعية، يعني قواعد بيانات علائقية Relational Database لكن داخل التطبيق بدون ربط خارجي، بتسمي أسماء المتغيرات الفيلد، وهون بتعطي ID يونيك للSQL Entity Sequence، وبتسمي الموديل أو Sequence To Do، بتشغل هذا الأمر اللي قلنا عليه. أنت فعليا مو محتاج تكتب بالSQL Entity غير هدول بس، يعني بتسمي له أسماء المتغيرات اللي بدك إياها بالجدول والID تبعه والجداول اللي بدك إياها تكون موجودة عندك، وبتعطيه هذا الأمر، هو أوتوماتيك بولد لك الملف الثاني تبع الجي، بولد لك كل الكويريز يلي انت بدك اياها بكل العمليات الكرود. لو شفنا هون حتى انت مو محتاج لموديل بالSQL Entity، الموديل اوتوماتيك بتولد بالجي. لو جينا للبرمجه البروجرام مثل ما اتفقنا سابقا بالستيت مانجمنت، يعني نعطي بيانات ابتدائيه، قيم ابتدائيه للبيانات، ستر وجيتر. لاحظ هون التودو من الموديل تبع التودو يلي هو جاي من وين؟ من الـ ORM config. الموديل يلي هو أوتوماتيك ولد لي إياه، بعدين بنقول له أبسيرت يعني إذا بدي أعدل، بنقول له ديليت إذا بدي أحذف، سيلكت بعدين ديليت بناء على الـ ID equal. إضافة نفس الشيء، بنقول له سيف، والسيلكت نفس الشيء تو ليست مشان يعمل لي إياها لستة ويرجعها للقيمة هون. إذن هذا SQL Lite أو SQL Entity بالفلتر. الليست هون ما فيها شيء جديد، تعديل ما فيها شيء جديد. في هون لاحظ أنت هون بتحتاج للID، ليش؟ لأنه هون قواعد بيانات علائقية Relational Database مشان يقارن لك بين المستندات. تمام.
إضافة نفس الشيء، ما فيه جديد. تحتاج لل ما بتحتاج للاي دي بإضافة مستند جديد، اوتوماتيك بولد لك اياه. في شيء اسمه اوتو انكريمنت بالريليشنال داتابيز، الاي دي برايمري كي وفورين كي، هالمواضيع كلها بتولد اوتوماتيك الاي دي. الشو ما فيه شيء جديد، تمام. اذا هاي السكيو ال انتيتي بالفلتر. نيجي لك كمان مثال مهم بقواعد البيانات، خيارات قواعد البيانات، الشيرد بريفرنسز. الشيرد بريفرنسز، الشيرد بريفرنسز ممكن تحتاجها بامور بسيطه بالتطبيق، يعني تخزن فيها بيانات بسيطه، يعني مثلا للغه التطبيق اللي هي عربي انجليزي تخزنها بداخل التطبيق، حتى لو فتحته وسكرته بتظل مخزن هاي القيمه. شيرد بريفرنسز، بدنا نحمل باكج تبع الشيرد بريفرنسز. تمام، وما فيش يعني تقريبا اي اعدادات بدك تعملها للشيرد بريفرنسز. هاي الامور للبروفايدر اللي كنا سابقا متكلمين عنها. يعني لاحظ هون هذا المثال، خلينا نشوف نشغل المثال تبع الشيرد بريفرنسز. لاحظ هون عندي يوزر نيم وباسورد، تسجيل دخول عادي، وفي عندي ريجستر اللي هو تسجيل مستخدم جديد. تمام، لاحظ عندي هون لو قلنا له ريجستر مستخدم جديد مثلا، وليكن هيك 1 2 3 مثلا ريجستر، الان دخلني على التطبيق. تمام، بقول لي سكسس ريجستر. التو دو العاديه ما لها علاقه بالشيرد بريفرنسز، يعني اي عاديه، هاي بروفايدر إضافة تعديل حذف بدون أي مشاكل. لاحظ هون عندي أنا متقصد يعني أحط له أيقونتين، واحدة لل إنه يحذف القيمة من الشيرد بريفرنسز، والثانية إنه يعمل تسجيل خروج بس تظل اللوجن. اللوجن موجودة بالشيرد بريفرنسز، يعني مثلا هون لو قلت له تسجيل خروج بس شايف عمل لي لوج أوت، تمام، ولكن ظلت القيمة تبع اللوجن للمستخدم الجديد اللي سجلناه نحن موجودة. أنت ممكن تحتاج أكثر من نوع من خيارات قواعد البيانات، يعني ممكن تدمج شيرد بريفرنسز مع SQLite، شيرد بريفرنسز مع الاي بي اي، يعني ممكن تحتاج أكثر من نوع من خيارات قواعد البيانات بالتطبيق. تمام، يعني هون مثلا لو قلنا له AAA اللي تونا عملناه المستخدم 1 2 3 قلنا له لوجن، لاحظ هون فوتني على التطبيق. لو قلت له احذف لي اياه من الشيرد بريفرنسز وارجع فوت عليه، راح يقول لي انه المستخدم غير موجود. ليش؟ لاني حذفتهم من الشيرد بريفرنسز. لو قلنا له نفس المستخدم 1 2 3 لوجن، لاحظ هون قال لي ايرور لوجن، المستخدم مو موجود. شو اللي صار فعليا بالتطبيق؟ خلينا نشوف التطبيق. لاحظ هون عندي موديل عادي للتودو وموديل لليوزر مشان عملية تسجيل الدخول. لاحظ حطينا فيه هون عندك الشيرد بريفرنسز جيت انستانس، بتجيب اول شيء، بعدين بتجيب السترينج اللي سميناه يوزر نيم، وسترينج ثاني اسمه باسورد. بعدين بتشيك هل اليوزر نيم اللي جاي من تسجيل الدخول موجود بالشيرد بريفرنسز او مو موجود. الريجستر بنفس الطريقة، الريجستر بضيف، لاحظون set string، أما اللوجن get string. تمام، بنفس الطريقة الحذف log out بيقول له remove الكي اللي موجود بالshared preferences. الموديل طبيعي ما في أي اختلاف عن السابق. المين ما في شيء تعديل، بال
لسته، لو قلنا هون بروفايدر عادي ما فيه تعديل، بس اللوج اوت اللي قلنا عليها، لاحظ هون في عندي نوعين من اللوج اوت انا عاملهم تقصدا، يعني واحد بيمحي اليوزر وواحد بيخلي اليوزر بس بيعمل تسجيل الخروج. تمام، الإضافة والتعديل والحذف نفس الطبيعي، ما فيه اختلاف. اللوجن يوزر نيم باسورد، ولاحظوا هون استدعينا الفانكشن من اللي موجودة بالكنترولر، البرمجة اللي قلنا عليها هون باليوزر. بدون أي اختلاف، يعني ما فيش شيرد بريفرنسز، مثل ما قلنا انه يعني شيء بسيط بيكون بالتطبيق، بيانات يعني مثلا هل المستخدم مسجل ولا مو مسجل، مظهر التطبيق ليلي او نهاري مثلا، تستخدم شيرد بريفرنسز. وبنشوف كمان اخر مثال اللي هو الاي بي اي على خيارات قواعد البيانات. لو قلنا له الاي بي اي كمان ضروري انك تعرف تتعامل مع ال HTTP داخل تطبيق فلتر. ال API في عندي باكج بدك تحملها اللي هي ال HTTP، خليك دائما على latest version اخر اصدار. بالمين ما في اي تعديل، يعني ما في شيء معين بدك تحطه بالمين، لكن هون شو اللي فرق؟ هون بدك تجهز شيء اسمه سيرفس، سيرفس للـ API. تمام، البرنامج عادي مثل الأول، في عندي بتعمل initialize data، قيم ابتدائية للبيانات، ستر وجيتر. لاحظ هون هدول اللي راح نخليهم لأن مشان يكون خليهم للعمل، انه مشان يكون API حقيقي real API. هون استخدمنا dummy data موجودة بالـ API اللي هو اسمه JSON placeholder type code، دومي داتا بيانات وهمية موجودة بالموقع هذا. احنا جبنا بس get، جيب لي البيانات get all to do's. لاحظ هون على الـ API جهزنا service، بقولوا لها بالـ API كخدمة. منعرف شيء اسمه URI، Uniform Resource URI. الـ URI هو بيشمل الـ HTTPS مثلاً أو بدون S، والرابط تبع الموقع أو الدومين، ممكن يكون ميل تو، التليفون تو، يعني هذا كله يعتبر URI. البيز URL يفضل أنك تحطها لحالها فوق، أحياناً تحتاج شيء اسمه API Key، يفضل كمان أنك تكون حاطه فوق السيرفيس عشان ما تقعد تكرره بكل سيرفيس موجودة بالتطبيق. بتحط البيز يو ار ال والاي بي اي كي فوق بالتطبيق بالكود، يعني بالكلاس، وبعدين بتستدعيها داخل الفانكشنات اللي موجوده. بتحط الباث، بيقولوا له الباث اللي بيكون بعد البيز يو ار ال، وبتبعث ريسبونس او اتش تي تي بي من نوع جيت. لاحظ هون عندي بالاتش تي تي بي في عندي عده انواع للاتش تي تي بي، قلنا بوست، جيت، ديليت، ريد، الهيت، باتش، بوست، بوت، كلها موجودة. هون قلنا له مثلا جيت، وبعث لي للرابط اللي عرفناه هون، والهيدرز وبالإضافة فاضي، الهيدرز ما فيها شيء. ممكن أحيانا تبعث له بالهيدرز أنه بدك الكونتنت يعتبر كجسون، فبالتالي البودي راح يكون جسون. بحال أنت بعثت بالبوست يفضل دائما تبعث الاتريبيوتات للـ API بالميثود اللي هي JSON. بالميثود اللي هي بوست. الجيت طبعا في فرق بين الجيت والبوست، وكل واحدة يعني شرح مفصل بالـ API، ممكن دورتين ثلاث يعني فقط للـ API. ولكن بشكل مختصر الجيت مشان السكيورتي ايضا يفضل البوست دائما بعمليات الإضافة، والبوت بالإضافة والتعديل والحذف. الجيت
مشان تبعث مثلا اي دي مثلا او بيانات، تبعثها داخل البودي بالبوست. الجيت في عندك الهيدرز، الجيت مثلا اللي تستورد بيانات بيكون عدد الاتربيوتس اللي بالرابط بتكون محدوده اقل من البوست، البوست عدد كبير جدا بتقدر تحطه بالبودي. في عندي الريسبونس كودز ال 200، في عندي ال 100، في عندي ال 200 اللي هي الاوكي والكرييتد 201، في عندي ال 300 الريموفد او ريدايركتد، ال 400 وال 404 نوت فاوند، طبعا هاي مشهوره جدا، وال 500 ايرورات السيرفر. هذا الريسبونس كود اللي بيجيك من الاي بي اي، بتعمل له جيسون ديكود وريسبونس بودي بتبعثها لل الفانكشن اللي عرفناها هون بالبروفايدر، اللي بتجيك القيمة بنضيفها للليستة كنوع تو دو موديل. نحن عرفنا له فروم جيسون، جهزنا خدمة بالموديل مشان يعمل يجيب الجيسون ويحطها كموديل بس. فعليا ما في شيء اي جديد. هذا الاي بي اي انك تتعامل مع الاتش تي بي، تبعث طلب وتستقبل الاستجابه من الاي بي اي. الاي بي اي اللي خلف الاي بي اي عاده ممكن يكون اي لغه برمجه، يعني ممكن تتعامل مع البي اتش بي بكل مكتباته اللي موجوده، سيمفوني، لارافيل، يي جي، مولد الاي بي اي، او ايا كان المكتبه الفريم ورك تبع البي اتش بي. ممكن تتعامل مع السي شارب، الاي اس بي، دوت نت، ام في سي، كور، ايا كانت لغه البرمجه، بايثون، ممكن تتعامل مع الفاست اي بي اي للبايثون، جانجو، فلاسك، ايا كان لغه البرمجه اللي ورا الاي بي اي. بفلتر انت بتتعامل مع الاي بي اي نفسه. اتش تي تي بي بتبعث طلب وبتستقبل اللي بيجيك من الاي بي اي. تمام، في عندي لستة الاي بي اي، لستة ما في اي تعديل هون. هدول تدو بحيث اللي بحب يشارك بالريبوز يدخل على الروابط اللي حطيناها بالملفات العرض التقديمي، يعمل كونتريبيوت مشاركة ويضيف لمثلا اي بي اي حقيقي ريال اي بي اي، يعمل عمليات اضافة تعديل حذف على الاي بي اي على الاكواد اللي موجودة بالريبو الجيت هاب. تمام، اضافة بنفس الطريقة، ما في أي إضافة جديدة يعني. الشو بنفس الطريقة وأيضاً التعديل. إذن هذا الـ API تقريباً غطينا 5 أنواع من خيارات قواعد البيانات. ممكن تحتاج لوحدة منهن أو أكثر بناءً على نوع التطبيق. يعني أحياناً برنامج الفوترة الإلكترونية يحتاجنا يعني يشتغل بدون إنترنت، يعني مثلا تطبيق المحاسبة أو المبيعات يأخذ المندوب الجهاز مثلا معه أو التطبيق، ممكن يظل بالأيام مثلا مسافر خلال مناطق المملكة بدون إنترنت، يشتغل عادي ويخزن كل العمليات المحاسبية أو عمليات المدين ودائن خلال التطبيق بدون انترنت عادي. فبيضطر بيشتغل بالسكيول انتيتي اللي ذكرناها. سكيول انتيتي رجع على المقر مثلا الرئيسي، بده يزامن البيانات مع السيرفر، بيشغل انترنت، بيتعامل مع الـ HTTP مثلا اي بي اي، بيشغل انترنت، بيزامن البيانات كلها راحت للسيرفر ورجع اشتغل بدون انترنت عادي بدون اي مشاكل. فبالتالي هو احتاج لنوعين من خيارات قواعد البيانات، احتاج للاي بي اي واحتاج للسكيول او السكيول لايت، سكيول انتيتي داخل التطبيق. مثل ما ذكرنا ممكن تحتاج للشيرد بريفرنسز مع اكثر من نوع، فاير بيز كخدمه بناء على حجم البيانات اللي بالتطبيق ونوع التطبيق. هاي خيارات قواعد البيانات. في عندي اختبارات الاداء بالتطبيق، نختم ونفتح باب الاسئله اذا موجوده. في عندي اختبارات الاداء ديف تولز، طبعا في فلتر 3 طوروا على الديف تولز كثير امور، وايضا فلتر دكتور بيبين لك هل في مشاكل عندك بالاس دي كي بالبرنامج محرر الاكواد، يعني بيبين لك كل شيء مشاكل موجوده بالفلتر. وفي فلتر ديبوج مود الكود تريس تتبع الاكواد، طبعا هاي الديف تولز اللي موجوده بالفلتر تقدر تختبر كل شيء بالتطبيق، ميموري، نتورك، البرفورمانس، الاداء، الشبكه، كل شيء بتقدر تتبعه وين في عندك مشاكل بالتطبيق.
طبعا دائما هون انت اختبر على البروفايل من انماط بناء التطبيقات، راح نيجي لها لقدام شوي عشان يبين عليك الاداء الحقيقي للتطبيق. يفضل الديبيوج تشتغل فيه بدون ما تعمل الاداء، ديبيوج هو التطوير، بينما البروفايل هو اللي بيعطيك الاداء الحقيقي للتطبيق. هي هون انماط بناء التطبيقات، في عندي الديبيوج فيه امر البرنت، البرنت فقط موجودة بالديبيوج، البروفايل ما فيه شيء اسمه برنت. الديبيوج شو تشيكد مود، هذا الخط الاحمر اللي بيكون بالتطبيق، وايضا الهات ريلود والهات ريستارت موجودة بالبروفايل والديبيوج. الريليز ما فيه شيء اسمه هات ريلود وهات ريستارت. الريليز هو نسخة نهائية بتنشرها بالمتاجر مثلا الابل ستور وجوجل بلاي ايا كان نوع المتجر، او الهواوي ستور مثلا اذا اندرويد، او المايكروسوفت متجر الويندوز مثلا متجر الماكنتوش. الويب اذا بدك تنشر بتعمل ريليز، نسخه اصدار نهائي. كمان في عندي الديبيوج مود، بالديبيوج بشكل طبيعي من اسمه. البروفايل هو بيعطيك الاداء الحقيقي للتطبيق، وايضا كمان البروفايل بتكون مشغله على جهاز حقيقي ريال ديفايس، سواء بالوصلة مثل ما تكلمنا سابقا أو بدون وصلة على الواي فاي بأنظمة التشغيل الحديثة الأندرويد من 11 وانت طالع، أو السويفت الأنظمة الحديثة كلها بتدعم بدون ما توصل وصلة USB بالجهاز، لاسلكي بتشغل التطبيق على جهاز حقيقي. ريليز تنشر التطبيق. لاحظ هون في عندي بالإكس كود، في عندي الأرشيف بالإكس كود، وفي عندي بالأندرويد سايننج الآب، تسجل التطبيق للنشر بالجوجل بلاي، تعمل له سايننج اب مثلا هون. لاحظ هون عندي بالاكس كود في عندي هون شيء اسمه ارشيف. الارشيف هاد انك تجهز المنتج لتنشره على متجر الابل ستور، طبعا لازم يكون في حساب مطور، بعدين بتنشر التطبيق بالأبل ستور. أيضا في عندي بالجوجل بلاي شيء اسمه أب سايننج للجوجل بلاي، بعمل له تسجيل للتطبيق، بيعطيك كي أب سايننج لأندرويد ستوديو، بيعطيك كي وبتحطه بالتطبيق مشان تنشره على متجر جوجل بلاي. طبعا هذا الحكي للريليز، اصدار نهائي للتطبيق. بالاندرويد في عندي شيء اسمه ساين اب، بتسجل التطبيق بتعطيه يونيك اي دي، شايف في عندي مفتاح، تتبع خطوات تسجيل التطبيق اب سايننج، بتعبي البيانات هاي، بعدين بيصدر لك ملف الكي جي كي اس لاحقته، بتحطه بالتطبيق، بعدين بترفع التطبيق على متجر جوجل بلاي. تمام. لازم يكون عندك يونيك اي دي للتطبيق، يفضل يكون دائما يعني هون لاحظ عندك الاندرويد مثلا، هون في عندك بالمانيفست هاي اندرويد ليبل، لاحظ هذا الليبل هذا اللي بيكون ظاهر بالتطبيق. في هون كمان اللي هو الاي دي تبع التطبيق لازم يكون يونيك، بحيث انه ما يكون موجود بالمتجر تبع جوجل بلاي. شايف هون لازم يكون يونيك، ببلش بكم بعدين اسم الشركه مثلا او المؤسسه، بعدين هون اسم التطبيق، ولازم يكون مو موجود بالمتجر يعني. تمام. نفس الشيء بالايفون بالسويفت ديليجيت انفو بليست، لاحظ لازم يكون عندي الابل اي دي يونيك. تمام. هو بياخذه اوريدي من الفلتر باب سبيك يمل،
يعني بيجيب الاسم اللي موجود عندك هون بالتطبيق وبيحطه اوتوماتيك بالاندرويد وبالايفون. إذن هاي أنماط بناء التطبيقات. الآن خلينا نعمل مراجعة سريعة على اللي ذكرناه ونفتح باب الأسئلة. ذكرنا أول شيء مقدمات بفلتر، ذكرنا تهيئة بيت التطوير، تشغيل أول تطبيق، وتكلمنا عن إدارة الحالة بالفلتر State Management والDeclarative والImperative، وايضا تكلمنا عن التصميم المتجاوب والنل سيفتي، وايضا تكلمنا عن المفاتيح والتنقل بالتطبيق ديكلاراتيف، التنقل الجو راوتر، والوظيفه اللي ذكرناها الويل بوب سكوب، تعمل فانكشن للرجوع من زر الجوال مو من زر ظاهر باليو اي. تمام. وفي عندي كمان تكلمنا عن الميكرو سيرفيسز، وتكلمنا عن ستيت مانجمنت والتنقل والتطبيقات، وتكلمنا ايضا عن خيارات قواعد البيانات، ذكرنا 5 امثله: فاير بيس، سوبر بيس، سكيور لايت، سكيور انتيتي، والشيرد بريفرنسز، والاي بي اي اتش تي تي بي ريكويست ريسبونس، وانه ممكن يعني نستخدم اكثر من نوع من خيارات قواعد البيانات بالتطبيق الواحد. وذكرنا ايضا اختبارات الاداء بالتطبيق وانماط بناء التطبيقات وتجهيز المشروع للنشر النهائي بالمتاجر. نيجي لمشروع التخرج أو المشروع النهائي للقاء باليومين الأول والثاني. يلي بيحب يشارك بناء على هذا المشروع بعد اللقاء متاحين تتواصل معي عبر الإيميل، تعمل المشروع بناء على الشروط اللي موجودة، ترسل لي إيميل برد عليك تقييم حقيقي على التطبيق اللي أنت مرسل لي إياه. تعمل إذن التفصيل المشروع راح يكون على الشكل التالي: تعمل مشروع فلتر جديد باستخدام برنامج أكواد وآخر إصدار فلتر SDK، يفضل فلتر 3 وانت طالع، بيكون يدعم النل سيفتي بحيث أنه أكوادك كلها بتكون تدعم النل سيفتي. يفضل دائما تكون على آخر إصدار، خليك فلتر 3 وانت طالع. تستخدم الميديا كويري أوف كونتكست شاشات المشروع مشان تدعم مقاسات الشاشات، تستخدمها لو بشاشه واحده الميديا كويري اوف كونتكست، بدك السايز، عرض الشاشه، ارتفاع، الاورينتيشن، ايا كان من خيارات الميديا كويري اوف كونتكست. تستخدم واحده من اداره الحاله بالتطبيق، بدك بلوك، بدك ريفر بود، بدك بروفايدر، واحده على الاقل تستخدمها بالتطبيق، واحده او واحده هي يعني، تستخدم واحده من الثلاثه دول انت اي واحده بترتاح لها. وايضا تستخدم واحدة من خيارات قواعد البيانات لعمل عملية أو أكثر من عمليات كرود، إضافة، قراءة بيانات، تعديل، حذف. تستخدم واحدة من خيارات قواعد البيانات على الأقل بالتطبيق، الفايربيز أو السوبابيز أو السكيور لايت أو السكيور انتيتي أو الـ API HTTP أو الشيرد بريفرنسز، واحدة من خيارات قواعد البيانات. ترفع المشروع على جيت هاب ريبو جديد، تعمل حساب جيت هاب وترفع مشروع عليه. أيضا تصور ثلاث شاشات من التطبيق، على الأقل ثلاث شاشات من التطبيق، وبعدين ترسل لي إيميل. العنوان تبع الإيميل بيكون دورة تطوير تطبيقات باستخدام فلتر، وتحط بالعنوان بعدين سبيس داش بعدين اسمك الثلاثي. تمام. وترسل لي الإيميل على إيميلي الشخصي هاد m.m.shahma@gmail.com، وترفق لي ضمن الإيميل رابط الجيت هاب الريبو اللي عملتها للتطبيق، بالإضافة للثلاث صور بشكل ملف مضغوط بدك رار CIP، ترسل لي إياها بالإيميل. إذن هذا تفاصيل المشروع، اللي بحب يشارك بعد اللقاء يرسل لي إياه إيميل. أيضا ملخص ومراجع، في مراجع ممكن تستفيد منها بتطوير التطبيقات باستخدام فلتر. بدك كتب، بدك فيديو، الموقع فلتر ديف، اي شيء دوكيومنتيشن طبعا بترجع للمصدر الرئيسي، البورنج فلتر ديفلوبمنت شو، قائمه تشغيل يوتيوب فيها تقريبا 60 فيديو، كل فيديو ساعه ونص ساعتين، بيشرحوا لك كل تطور بفلتر، بكل تطور بفلتر شو في صار تطور، بيعملوا تطوير للأكواد القديمة للميزة الجديدة اللي بفلتر. طبعاً هاي القائمة بتعلمك بشكل كبير جداً فلتر، مهمة جداً يعني بتستفيد منها بشكل كبير. في عندي الوجت اوف ذا ويك، طبعاً قائمة تشغيل من فلتر، تقريباً 121-123 فيديو،
ضافوا اليوم فيديو اللي هو الاوتو كومبليت بالويدجت اوف ذا ويك. كل فيديو دقيقه دقيقه ونص يعني بتتعلم فيه الويدجت شلون تستخدمها، شلون الكود بتكتبه فيها، قائمه تشغيل مفيده كمان. وفي عندي البوب ديف للباكجات والفوشيا ديف، هذا نظام تشغيل مبني بالكامل بالفلتر. باكج اسمها زيركون مبنيه بلغه البرمجه دارت اللي تكلمنا عنها باللقاء اليوم الاول. في عندي كتب ممكن تستفيد منها كمان اذا انت مهتم بتطوير الالعاب بفلتر، بيلدينج جيمز وذ فلتر اللي فليم انجن بيقولوا لها، فليم انجن كتاب ممتاز وعلى اخر اصدار من فلتر، فلتر 3. في الكلين موبايل اركيتكتشر كمان، يلا شوي بنفتح باب الاسئله. الكلين موبايل اركيتكتشر كمان اذا بدك تكتب اكواد نظيفه بالفلتر، والفلتر ابرنتايز اللي هو على النسخه 2.5 من فلتر، انتظر شوي لا تشتريش هذا الكتاب، انتظر نسخه فلتر 3 قريبا عم يشتغلوا فيها بدون يصدروها. الفلتر ابرنتايز كتاب ممتاز جدا، تستنى شوي انه ينشروا الاصدار على الفلتر 3 على اخر نسخه فلتر. وهي وسائل التواصل اللي بحب يتواصل، الايميل، وسائل التواصل، السوشيال ميديا، الجيت هاب، الريبوز اللي بحب يتابعنا كمان موجوده. نشوف الاسئله، نفتح باب الاسئله اذا في موجوده اسئله. إبراهيم شواي علي الحكمي أبو تركي، تمام. ابراهيم شواي، ما اخذ الاسم مضبوط، علي الحكمي ابو تركي، محاضره رائعه ومهمه، شكرا استاذ ابراهيم، مشكور، ثانك يو. هيرو اس اي، هل ممكن تعطينا اكواد المحاضره بنهايه الجلسه؟ تمام، ممتاز، بشكرك على اهتمامك. مثل ما ذكرنا برابط الايفنت جميع الاكواد موجوده بالملف العرض التقديمي، يفضل يعني تلحق تسجل الان قبل انتهاء الدوره، تقدر تحمل ملفات العرض التقديمي. وطبعا في اصدار شهادات بعد الدوره، بتتواصلوا مع المجتمع جوجل السعودي للمطورين. جميع الاكواد موجوده بالملفات العرض التقديمي من بداية الدورة، من اليوم الأول موجودة، بتحب ترجع لها برابط التسجيل على الإيفنت. تمام. عبد العزيز فرج، جميلة، وشكرا أستاذ عبد العزيز. عبد العزيز فرج، مصطفى البخاري،
شكرا جزيلا. عفوا العفو. فاطمة ناصر يعطيك العافية، شرح وافي ووافي. شكرا أستاذة فاطمة. هيرو اس اي سكيو ال لايت بالنسبة لفلتر، ليش بنستخدم قواعد البيانات مثل وفاير بيز؟ هل ممكن نستغني عنهم لأن الداتا بيز بتكون ماي سي كيو ال موجودة بالباك اند مثل ماي سكيو ال؟ سكيو لايت بالنسبة للفلتر، ليش بنستخدم قواعد بيانات مثل وفاير بيز؟ تمام، سؤال ممتاز. يعني بيقول لك السكيو ال لايت ليش بنستخدم قواعد بيانات مثل السكيو ال لايت والفاير بيز؟ هل ممكن نستغني عنهم لانه الداتا بيز بتكون موجوده بالباك اند مثل الماي سكيو ال؟ بتضطر انت تتعامل مع قواعد البيانات حتى اذا كانت موجوده بالماي سكيو ال، انت شلون بدك تتعامل معها بالفلتر؟ لازم يكون في اي بي اي واسطه بين حتى بالنيتف، تطبيقات النيتف الاندرويد والابل، لازم يعني اي تطبيق لازم تتعامل مع الاي بي اي، بيقولوا له صله وصل بين قواعد البيانات وبين التطبيق مشان يفهم التطبيق قواعد البيانات اللي جايه. احيانا ممكن كانوا يتعاملوا بالاكس ام ال بالاندرويد، حتى بالايفون تتعامل بشيء اسمه اكس ام ال او الجيسون مشان يعني تعمل وصل بين قواعد البيانات وبين التطبيق. فبالتالي بتحتاج لقواعد البيانات. قواعد البيانات ممكن تكون اي بي اي سيرفيس خدمات يعني، وممكن تكون لوكال جوه التطبيق مثل ما ذكرنا بخيارات قواعد البيانات. الخمس خيارات من قواعد البيانات سواء فاير بيز، سوبر بيز، سكيور لايت او انتيتي، الشيرد بريفرنسز او الاي بي اي، اشهر خمس خيارات قواعد بيانات ممكن تتعامل معها باي تطبيق. تهاني يعطيك العافيه، ما قصرت. شكرا استاذه تهاني. مصطفى البخاري شكرا جزيلا استاذ، العفو. غانسلبان اتشبي معلومات قيمه، شكرا جزيلا، عفوا. مارد اكس دي كيف نقدر نرجع للدورتين؟ تمام، شكرا لاهتمامك، سؤال ممتاز. هي مو دورتين، دوره واحده تعتبر، وفي دوره قبل هاي للمستوى المبتدئ اذا بتحب ترجع لها. مارد اكس دي تمام، مارد اكس دي كيف نقدر نرجع للدورتين؟ تمام، في دوره مثل ما قلنا انه في مستوى قبل المستوى هذا، يعني اليوم الاول والثاني يعتبر مستوى من متوسط لمتقدم. في دوره قبل المستوى هذا تعتبر كمستوى مبتدئ، طبعا عندي باليوتيوب موجوده، او باليودمي بتحب تبحث عن تطوير التطبيقات باستخدام فلتر موجوده كمان للمستوى البيزك او المقدمه بفلتر. بعدين تيجي للمستوى الثاني، المستوى الثاني اليوم الاول والثاني موجوده مسجله اللقاءين بحسابات مجتمع جوجل السعودي للمطورين باليوتيوب او بالتويتر، موجوده البث مسجل يعني. تمام، سليمان اي جي، استاذ كيف ممكن اعمل تطبيق لتحويل العملات
وهل كل عملة لها كود خاص بها؟ تمام، كمان سؤال ممتاز، يعني من أحد أفكار التطبيقات اللي يكون عندك كورنسي كونفرتر ممتازة. في شيء عندك اسمه معامل التحويل، معامل التحويل اللي هو بحول لك من عملة لعملة ثانية ضرب أو قسمة بناء على التحويل، فممتاز. ممكن تستخدم أكثر من نوع من أنواع البيانات، ممكن تعمله كمشروع النهائي لدورة فلتر وترسل لي إياه على الإيميل مثل ما اتفقنا بمشروع فلتر، من أحد أفكار التطبيقات الحلوة. يعني ممكن تستخدم فيه أكثر من نوع من التطبيق، من خيارات قواعد البيانات، يعني ممكن تعمل فيه يعني لوكال SQL لايت مثلا داخل التطبيق، أو ممكن تعمل خيارات قواعد البيانات، ممكن تعمل اللي هو تحملها كجسون مثلا ملف داخلي وتقراه بالتطبيق وتعمل التحويل عن طريق البرمجة بروفايدر مثلا ستيت مانجمنت مع الجسون ملف عادي جسون يعني داخل التطبيق. فتطبيق فكرته ممتازة. تمام، ناهد الصالح الله يعطيك العافية ومحاضرات رائعة، شكرا أستاذ ناهد. تمام، هيرو اس اي بيقول لي يعني التطبيق يحتاج اثنين داتابيز، واحد للفرونت وواحد للباك في التطبيق الواحد. تمام، سؤال ممتاز. هيرو اس اي التطبيق يحتاج، انت هون انت فصلت الفرونت اند على الباك اند، بينما هي بالفلتر العملية ما يعني ما بتقدر تفصلها الفرونت عن الباك. يعني فلتر حتى في أحدث البورنج شو بيعمل لك الباك إند داخل الفلتر بلغة الدارت، فبالتالي يعني الفصل بين الفرونت والباك إند موضوع مش دقيق 100% بناء على آخر التطورات بالفلتر. في كمان عندي اللي هو فرونت إند، تمام، ممكن يعني تعتبر فلتر كفرونت اند والدارت كباك اند، مع انه مش الوصف مش دقيق 100%. ليش؟ لانه انت ممكن تتعامل مع الباك اند خارجي از سيرفيس مثل ما قلنا الاي بي اي، وممكن تتعامل مع الفرونت اند هو نفسه يعتبر باك اند، يعني كتصميم انيميشن تعمله باك اند يعتبر استاتيك مثلا نصوص عاديه. فالفصل صعب بين الفرونت والباك بفلتر والدارت. تمام، إذا ما في أي أسئلة جديدة بننهي الدورة أو اللقاء تطوير التطبيقات باستخدام فلتر. مثل ما قلنا المشروع اللي بيحب يتابع بعد اللقاء يعمل المشروع بناء على الخطوات اللي قلناها سابقاً، يرسل لي الإيميل بالمشروع وراح نتابع معه إن شاء الله بعد اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.